السلام عليكم، معكم عزيز من جديد. ولا قررت نخرج هاد العشيه هادي، ندير واحد لا بتيت سورتي. راني شاد التليفون ها بيدي، ما جبناش الماتيريال، عاوناش على هاد الخرجه. هادي هي السونتر فيل ديالنا المدينة. نجي حدا البلاصة ديال رشيد الطبيبة، هو واحد القنص. لا غادي نوريك، غادي نوريك. تقدا تقدا عزيز، خليتها شي نهار نعاونوها. ياك هاد البلاصة هادي بس اللي فيها الجردة اللي هي تتشد تتشد المدينة كاملة. عايش الحياة هذيك. سواق الناس ما دايرين لا كمامة لا والو. عادي شنو ندوزو من حدا داون تاون زعما؟ ما عارفش واش سادينا. انا جو بونس راه سادينا. داون تاون يكون في سادينا. اه زي خافوا راك عارف حجا الايست سايد جي حداها. جو رائع ويأخذنا شجون المدينة إلى حنين البلد، يأخذنا إلى اكتشاف نهر كولورادو. هذا عزيز، هذا نهر كولورادو. نهر كولورادو ديال اوستن تكساس. قال لك تكساس صحراء. قال لك تكساس صحراء. لا لا ما كاين صحراء لا والو. هذا هو الواد ديالنا. شنو الناس تيعوموا بالبطوات ديالهم في الكاياك؟ قال لك تكساس صحراء. يلاه سيدي، حنا الناس يتخيلوا ديك الافلام ديال 1740. كورونا باغي ندير هاد اللايف هذا. انا بجوج تنصور اخي رشيد، كيفاش القضيه؟ غير اليوم انا بان فيا نقل نقل مباشر ياك. انا بقاو فيا المغاربه، انا سادينهم الناس عايشين الحياه. لا فينا ابيض مليصلي لا الجامع لا لا رمضان لا العيد الكبير لا الصيف. ياك اخي رشيد تكساس اوستن تكساس اور ذا تايم ويلكم. اورايت لا بنادم، انا الهوايه ديال الناس هي السبور. هنايا يعني هاد الحياه معروفه ATX تتعني تتعني اوستن، يعني سويد مدينة اوستن. او تي اكس تتعني تكساس، سو اوستن تكساس. هذاك سوبر مارشي تسمى هو الفود اللي هي هذيك الجهه قبل معكم، شي تيبان داكشي الماكلة انترناسيونال اورغانيك. مرحبا. بغيت كتبقى تضرب الكيطار يا يوسف، تبقى في تبقى دندن يا يوسف. ما تجيك القرعة فين تجي، عقل عليها. شو من هنا يا اخي؟ الداون تاون يا يوسف. حنا نشوفوا الداون تاون كيف الاحوال. انت راه بشحال هادي ما هوش هنا؟ ويلي راه عندك خمس شهور. داير الاحتياط ياك؟ انا مع هاد البلاصة راه كنت ندوز فيها بزاف. يوسف تضحك. يوسف انا فيك تقدر بالقطارة يوسف. داين 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 الكونتري وين تشين بول هاد الصالون هذا وين هاد بول باري وير انما ديرن بول وين نو وين تو ووك اواي نو وين تو ران نو وين تو ووك. الحمد لله احنا كنشوفنا كندورو المنظر كيوريك يا يوسف. عادي عادي ما كاين والو يعني. داروا شويه دخلوا علينا ياك، داروا شويه ديال الاضراء، شويه ديال الاعتصامات الناس يومين وقيله بالليل وصح. المهم اوستن تكساس الدنيا هذاك الشيء يمكن افلام قدام بان لي مينيسوتا راه في نض الصداع والله اعلم. هذيك بعيده عنا بحال بحال من المغرب لتركيا. الناس خارجين كيتسالاو وسادينكم. قال لك كورونا كورونا.
في ظهورنا. قدري نقي اخي يا رشيد كاميرا غايره ستريت. انا غادي نمشيو من الهي علاش نو ما نخرجوش في الاي 35 ونطلعوا مع نطلعوا معايش معايش نيكست ستريت ياك هذه الكوادالوب نطلع من الكابيتال هذا الباركينات هذا كل شيء باركينات لا باقة الله الناس المال هذو كالزيلين في بلاكات المدينة المهجورة هذه هي المدينة دابا الناس هاد البلاد راه خاصهم بنادم يكون في الزرقاء خاصهم الناس يتمشاو Back to life. يوسف العياشي. Back to life. مرحبا بكم مرحبا عنا باري. Here you go, buddy. Come on. Give it gear. Alright. Push around. Put a rush on it. Put a rush on it. هيا رشاد تليفون ابي بي يعني احاول اقصى الامكان الطريق اللي بالحمر هذيك خاصه بالطوبيس هذيك الطوبيس ممنوع الطوموبيلات يدوزو تما هذه هي الدار ديال الغوفيرنور ديال التكساس البرلمان كونغرس الله يحفظك اخي ستوف بارك الله فيك عزوز راه خرجنا شويه كيدورنا شويه الطوبيس فاشري للقريه الطوبيس فاشري للقريه الطوبيس ديال تماره تماره الرباط هذيك يا عيشه كانيش عزوز هو اللي خرجنا ندورو شويه اسلم عليك مصطفى سلم عليه الخير وكاين شي سخون مصطفى قال لك عزوز كاين شي سخون جبت ليا زعما السخون عطيك لي ديك الكلمه ديك النار تيموات والضحك زعما داك الشيء مدرح عجبات وديك الكلمه ديال السخون يا عزيز والطوبيس ديال لارغو بطانة الرقم 10 الان تقتربوا اكبر جامعه في تكساس اللي هي هذه هذه الجامعه العدد ديال الطلبه اللي فيها تيكون 42 الف طالب تصوروا يعني في المغرب مدينه باكملها مي هذا حنا دابا ندخلوا للجامعه والكامبس الكامبس يعني الحرم الجامعي وحنا راه غادي ندوروكم تيريوين حنا قربنا لتيريوين اخي مصطفى ها انتوما ها الرايه ديال الميريكان والرايه ديال التكساس راه التكساس عندهم الرايه ديالهم بوحدها كما تعرفون كل ولايه عندها الرايه ديالها خاصه بها حيت شحال هذه كانت كل دابا التكساس راه كانت جمهوريه تكساس ريبابليك هذه البيتزا هات الطوبيس ديال طريق قنيطرة قال لك مصطفى ديال الله ياك ديال تيليوين ديال تيليوين هاد المطار راه مولاه جا من نيويورك من نيويورك الناس ديال نيويورك هجموا علينا هنا للتكساس شتي ديك العمارات تبنات يا رشيد ذا اوتيس ويلي 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 فلوس اخويا الفلوس الناس ضايعين تيبنيو حنا غادي ندورو على اليمين دابا ديال الجامعة هاد الحي كامل الجامعات هاد العمارات اللي تتشوفو تيسكنو فيه الطلبة
الطلبة تيسكنوا هنا، الناس اللي تيجيو يقراو هنا الجامعي، حي الجامعي هنا ضد عمارات يكريو من لي زيتيديو، ولكن تيكونوا غاليين. انا ما فهمتش علاش يغليهم. هادشي اللي تشوفوا هنايا هادو كنائس، هادو كنائس هنايا. هادا بغيتي تشوف داك الصف مكتوبه pregnant need help، يعني شي مرا شي بنت الى حملات، يعني ما مجوجاش حملات عرفتي، يعني هما ما عندهم لا دين لا مله، الى حملات يمكن لها تجي عندهم وهما تياخذوا الولد يحتفظوا به تيكبروه حتى هو شي عائله. عندهم هاد القضيه دي بزاف. الجامعه على اليمين، دابا الجامعه على اليمين، وعلى اليسار غادي يكونوا هاد الديور فين تيسكنوا الناس. وكذلك كاين الدور تيسميوه مايا، كاين الداخل هاتين الديور التابعين للجامعه هادوك تيسكنوا فيهم الناس. ما يمكن ليش دابا نوقف الطوموبيل ونصور الداخل، ولكن لا بروشين فوا غادي نفيلمي من الداخل ان شاء الله. هذه هي الجميع التكساس، طريق محفره اخويا رشيد، بحال دوك الحفاري ديال العرس في المغرب، حد السوالم الا بغاو يصلحو ما يمكنش، صعيب باش تكون في الحركه ديال 3 ايام ولا 4 ايام. ولكن ما عرفتيش علاش فيه الحوار الحفار، الحفار هنا دابا تتشق حيت الارض زلزاليه تتحرك، عندهم بحال الزلزال خفيف ديما تتحرك الارض عندهم بفعل، انهم تيجبدوا داك البترول. ليله سعيده، صباح على خير، خاصنا الاخر تنقرب واحد شي تشيز بان شي سبان باش نخلص الاخر، باش نخلص سميتو يا لا كوك كوكو دات كابي زدك المحلات يديرو لي فوتوكوبي. الجميع اللي هي هاد الدراري هادي هي الجميع، هادي راه بنادم الى بغا يتساراها خاصك يومين عاد تكملها. ينتهي المبنى الجامعي، وغادي نبداو دابا في الطيور والاحياء. هاد البلاصه هادي حي قديم جدا، فهمتيني، نحاول نلقى شي شويه ديال لابوبيل، ما تيبان ليش انا خير اش بغيت، توحشت لابوبيل والله العظيم. داك السطور راه هو بوفالو داك زوين، خير شي يجيبو فيه بياس. عقلت جابنا ليه نورتين، شي ستونات المزيان، داكشي ديال تبركيس ولا مود، شي ديال ستايل. كما تتشوفو في الارض الخوت، هاد الارض مخيطة بزاف بزفت، السبب على ان تكساس الارض ديالها تتحرك بزاف، واخا تيديروا الزفت ويديروا كل شيء الارض تتحرك سبحان الله بفعل، يعني تكتونيه، يعني الصخور التكتونيه ديالهم متحركه يعني شبه زلزال، حيت هنا في تكساس تيجبدوا البترول، يعني دائما كاينه ديك الحركه انهم في الارض ديالهم.
ياك شفنا شي بوليس يعطينا شي تيكيته شي براسي زوين. هاد لاصا ديال الحديد القديم شكير عليه تاي ترينا صراحة. كما قلت لكم الطريقة دي الطريقة القديمة قديمة بزاف يعني سنين هاد البصارة شي تهضرو على 60 عام تقريبا شي قديم عندهم هنايا ومع ذلك وداكشي باقي مقاد. البني ديال الصح با رشيد قالك الصح اللي تيدوم شدمو الموتور ديما قدامنا غادي منين جاي شكال حرا تابعينو حنايا تاهو راه مبغاش يدوز من لوتوروس خاف لي يكون تكون مسدودة شهداك مال كرطونة كما تشوفوا بنادم قليل تيكون غادي على رجليه. انا بنادم ما تيدورش انا الحياه عاديه بلا كورونا بلا الحجر الصحي انا بنادم ديما هكا ما تيخرجش للزنقه اللي عنده شي دار تيجلس فيها وصافي اللي بغى يدور تيهز الطوموبيل تيمشي يدور واللي بغى يتلقى مع صحابو تيتلقى في شي ريستو ولا شي كافي وهكذا الحياه وهكذا مول المطار ديما حدانا من نيويورك هكذا مول المطار امباير ستيت ها وليدي نيويورك هربنا عليها تبعد لنا لهنا يلا الخوت غادي نخليكم مع هاد اللقطات الاخيره من هنا ورجه ممتعه وما تنساوناش سبسكرايب الاشتراك معنا وترك الاعجاب وترك تعليق جميل وما تنساوش تفعلوا الجرس.